ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده اليانج، اغنيه ظالمين. اوكي خلوني بس اقول لكم حاجه مضحكه فشخ. اوكي اللي بعت لي الاغنيه دي انا اعتقد ان هو سعودي، تمام، اسمه بو جابر. اوكي انا عارف ان الاغنيه ان انت كتب لي ال دي ام دي بقى لها فتره. اوكي انا عارف، بس كنت عايز اشكل الاول. اوكي اعمل كام حاجه الاول. اوكي وجه الوقت ان انا اعمل الاغنيه دي اخيرا، حاجه للسعوديين. اوكي بيقول لي حسابك كله عباره عن مصر والكويت، انصفنا شويه. اوكي برو، هو مش قصدي ان انا ابقى كويت ومصر بس. اوكي انا بحاول والله اعمل بقيه دول تانية. اوكي حتى انا عامل برضو لل اسمهم ايه، اخواتنا نوبيين اخواتنا اللي تحت. اوكي في افريقيا، مش فاكر كان فين، نوب تقريبا، النوبيين تقريبا، حاجه زي كده. فانا بحاول والله اشكل على قد ما اقدر، يعني بحاول ان انا اعمل كوكتيل. اوكي ولسه من قريب عامل دسين ما بين السعوديه والعراق، حاجه زي كده برضو. اوكي ف صدقني انا مش حوار اللي هو مركز على حد معين او اللي هو السعوديه لا وحش يا اخي، فاهم؟ والكويت مصري، مش بعمل كده خالص، بالعكس والله انا مبسوط ان انا هعمل للسعوديين النهارده. اوكي وعلى فكره انا في نيد فور سبيد هيت. اوكي هو موضوع ملوش علاقه بالكلام ده، بس اللي هو ايه، انا كنت عامل عربيه بعلم السعوديه. اوكي فانا ما عنديش اي مشكله مع السعوديين خالص، بالعكس كنت عاملها كمان للدريفت عشان عارف السعوديين بيحبوا الدريفتنج والجو ده. اوكي كنت عامل برضو لمصر. اوكي كنت عاملها سيلفيا اس 15. عارف ان كتير قوي ناس بتحبها. اوكي انا شخصيا بحبها برضو انا كمان عشان شكلها سكسي، تحس العربيه علينا. خلينا نبدا الاغنيه ويلا ليتس جو. فرنش مونتانا. اوكي الدخل على طول كده. المضحك بقى في كده ان هو بيقول لي انصفنا وبعت لي اغنيه اسمها ظالمين. اوكي هو ده كان المضحك، ده اللي نسيته بصراحه، نسيت اقوله. نوم الظالمين عباده وانت كتاب مقدس حافظك، مفهوم نيتك دون افادة، معدنك واضح بجدول عناصرك، ضعفي واضح لحتى الوي ذراعي، بالثقة متصنع لاخر الليل، متردد بالعادة فملحي هانتي للركب، تتورى مازوخي بالدير، العين مليانة فبحس بالناس، فاد رح ضل بالوسطية، الامكانية عالية بالنص مع السيجارة والنمطية. انا اليانج تقريبا سمعته قبل كده، كان تقريبا هو اليانج تبع اللي هم اللي اسمهم ايه، القيادات العليا تقريبا، صح انا اعتقد، ولا انا بخلط كله مع بعض وبخرف دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ بس انا فاكر اليانج، انا حتى قلت اليانج تقريبا، او كان تقريبا كان مع فورتكس في كنيه جانج حاجه زي كده، والله ما فاكر. ما علينا انا بخرف دلوقتي، انا بخرف. اوكي لسه صاحي، صباح الفل. ما علينا خلينا نكمل. من تقضي عالي فبيكتر علاكي، اذ مخنوة امشي لا تحسي اني ضايع بلاكي، اذ مفكرة مثبتيني عالسريع قاطع مرساتي، الصيد بده صبر ولاختصر بلبس فرزاتشي، الصيد بده صبر ولاختصر بلبس فرزاتشي، بلبس فرزاتشي. نوم الظالمين عبادة اوكي وانت كتاب مقدس حافظه، مفهوم نيتك دون إفادة، ما لقينا في الحب انصابه بس تغير النيت، في العجة يطيروا الأخطابه صاحبي وين رسيت، أمي قالت لي لا تخاف، لا عمرك ترضى بالشيخ. أنا في العادي ما بحبش لعبة في الصوت، بس أنا الحتة دي عجباني، لعبة الصوت اللي فيها زي سويتة عجباني. أوكي أنا عايد عشان عجباني. ما بحبش لعبة في الصوت، ما بحبش، بس هي حلوة، هي لايقة في الأغنية دي، بس هي فعلا حلوة. وين رسيت امي قالت لي لا تخاف،
كمبين من يوم ما بدينا على كم محطة قلب. بيفكرني الحتة دي بفكراني الجاشي برضو، ليه الطريقة اللي هي الحذف بالكلام اللي هو مش بيحذف بالكلام، يقصد ما اقصدش بيها ان هو بيلقح، لا انا اقصد حذف الكلام ان هو النطق بتاعه مع البيت. الحتة دي جاشي بالظبط، فيها اغاني ليه برضو فيها حتت كده. كل اللي كان بان تقريبا معاه سادة صوت تقريبا، هو عشان كده احس ان هو جاشي. من يوم ما بدينا على كم محطة جرح مرينا، قولي لي من كنتي كبرتي علينا، بعتي كل حاجة لما اشترينا، ما عندي باكي معانا انا ونفسي في اوانا، غريبة منك اي كلمة. بعتي كل حاجة يوم ما اشترينا، ان هي بعتهم تقريبا صح، هو اللي قصده كده ان هو اشتراها وهي بعتهم. كبرتي علينا، بعتي كل حاجة لما اشترينا، ما عندي باكي. يبقى هو قصده كده تقريبا صح، معانا انا ونفسي في اوانا، غريبة منك اي كلمة، رحت في ايام الطفرانة اشتقت لك بس بعد سينما. ما كنت تبي واحد يشيل عنك هم، كنت تبي احمد فقط لنونا. نوم الظالمين عبادة، وانت كتاب ما تدس حافظك، مفهوم نيتك دون افادة، معدنك واضح بجدول عناصرك. ما لقينا في الحب انصاف، بس تغير النيت في العشا يطيروا الاخطاف، صاحبي وين رسيت، امي قالت لي لا تخاف، لا 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 عمرك ترضى بالشيت. امي قالت ايه؟ امي قالت ايه؟ لا 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 عمرك ترضى بالشيت. بالشين اللي هو ايه؟ يعني لو في حد سعودي يعني ايه بالشين؟ لا ترضى بالشين، بالشين مش عارف. ام قالت لا تخاف، لا عمرك ترضى بالشين، ترضى بأي حاجة تقريبا، قصده كده بالشين تقريبا السعودي تقريبا. دي هو. طب هو بالشين ده لغة الشارع في السعودية؟ ممكن تكون لغة العامية في الشارع السعودي، مش عارف انا بخرب برضه تاني، ما زلت بحاول بخترع انا دلوقتي، بخترع في بلد مش معرفش عنها اي حاجة. اوكي اعرف كام حاجة عنها بس بخرف، انا كده بخرف. اوكي ابقوا عرفوني يعني ايه بالشين، ايه بالشين دي؟ انا اول مره اسمعها بصراحه، اول مره في حياتي اسمعها بالشين، اللي هو لا ترضى بالشين. يعني انا ما رضاش بالشين، ليه ما رضاش بالشين او بالشين؟ لا 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 عمرك ترضى بالشين، وكل حاجه تنشاف، حلوه صاحبي لا يغرك الزين، صاحبي لا يغرك، مو هي حاجه حلوه حاجه تنشاف، حلوه صاحبي لا تغر. اوكي ده النظام اللي هو بره هلا هلا ومن جوه يا علم الله، وممكن يكون قصده كده ولا انا بخرف لسه. عايز اقول لكم انا لحد دلوقتي شارب كوبايتين قهوه، فلو انا بخرف فانا كده ضايع. قديس هو كل اغانيه في 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 الرسومات، او هو الرسومات اللي هي بتاعت تقريبا المسيحيين، انا بعتبرها بتاعت المسيحيين. اوكي ما اعرفش لو في حد مسيحي انا اسف، بس انا بعتبرها كده يعني، بحس كده اللي هم عريانين عامه يعني، ده اللي عايز اقوله. هو كل اغانيه كده، هو ده اللي عايز اقوله. اوكي انا عايز ازيح الهم اللي على قلبي، عايز اقول انا شايف ان هو ليه قديس. اوكي انا عجبني الاغنيه، انا عجباني، واول مره اسمع له او تاني مره، لو هو فعلا يانج هو اللي انا سمعت له قبل كده، يبقى كده دي تاني مره اسمع له. وانا عجبني برضو تاني مره، يعجبني حد سعودي. بالمناسبه سعيد، انا كنت عملت القيادات العليا، يبقى هو تقريبا من القيادات العليا تقريبا عشان اليانج. ايوه عملت له قبل كده، هو وحد تاني عملت له، يبقى دي تالت مره انا عملت اليانج قبل كده. انا افتكرت دلوقتي من قيادات العليا، انا فاكر كانوا تقريبا مع ابي يوسف حاجه زي كده، كانت الاغنيه مع ابي يوسف
حاجة زي كده أعتقد، والله ناسي بقالها فترة. فا بو جابر أو أبو جابر، شفت أنت ظلمتني، أنت جايب لي أغنية ظالمين، أول لينك مدوني اسمها ظالمين. أنا ما بظلمش السعوديين، أوكي؟ أنا هو أنا دلوقتي افتكرت أنا عامل للسعوديين قبل كده، عامل تقريبا قبل ما أعمل الكويت، قبل ما أعرف كمان فورتكس أصلا، فاهم؟ فاللي هو أنت كده ظلمتني، فأنا بسمع يعني اللي هو إيه؟ برد لك الاغنيه دي، يا ريت تسمعها انت، اوكي؟ ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، ويا ريت برضو تعرفوني ايه بالتشين، يعني لاتر دبل تشين اللي هو ايه بالظبط، يعني يقصد ايه بالتشين، يعني او بالتشين او بالتشين 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 بالتشين. اوكي في ايرور، اوكي في ايرور في دماغي، ما علينا، انا هقفل الفيديو على كده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا ريت تكتبوا لي اغاني حلوه تاني زي الاغنيه دي، ويا ريت لو في حاجه احلى تبقوا زي الفل بجد، تبقوا عملتوا لي خدمه، ما بصوا مش هنسهلكوا ابدا، اوكي؟ اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس.